الملك عبد الله دعا في يوم من الايام لانشاء صندوق الادرام من صندوق الملك عبد الله. يعني طالما انت ما عندكش مجال للزراعه، للمهندس الزراعي للزراعه مثلا، ما فيش داعي انك تفتح كليه الزراعه مثلا وتتخرج ناس وقت. طب انت لما درستهم لازم تكون عارف وين تروح فيهم. طب هذول عم تدرسهم يعني ما اكتفيتش في اليرموك، رحت فتحت في الاردنيه كحكومه، وكمان في الجامعات الخاصه الان هذا السينما والتلفزيون. طب هاي الناس وين بتروح؟ شوفي نقابه الفنانين من تاسست من 99 ساهمت بشكل فعلي في تدمير الحركه الفنيه بالعربي. انا بعلنها الان، ما يحدث هو مؤامره لطمس الهويه الاردنيه، مطلوب ما يكون في هويه اردنيه. شو اللي جاي الله اعلم، بس للاسف الشديد انه كان عقاب دول الخليج علينا اخف بكثير من عقاب بلدنا. بعدين البلد اللي بتخاف من الفن فيها خلل، اما عملا فنيا لمؤثرا في وجدان الناس اكثر من خطه الجمعيه.